بالفعل نحن متواجدون في منتدى شرم الشيخ الأول لمكافحة الفساد، العديد من الشخصيات المعنية بالشأن الأفريقي والمتخصصة فيه أيضا مشاركة في هذا المنتدى الذي تستمر فعاليات يومه الأول. نحن بانتظار جلستين، واحدة لمناقشة وعرض تجارب دول أفريقية في مكافحة الفساد والأخرى متعلقة بمكافحة الفساد وكيف تساهم عملية مكافحة الفساد في تحقيق التنمية. معنا الآن الدكتور أماني الطويل، المدير المساعد لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحضرتك ستقومي بإدارة هذه الجلسة، جلسة مكافحة الفساد، تداعيات التنمية، تداعيات الفساد على التنمية وفقد دول أفريقية لمقاومتها الاقتصادية. صحيح دكتورة أماني، يعني خلينا نتكلم عن هذه المبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي وخطوة جادة نحو تحقيق التنمية في القارة الأفريقية التي من الواضح أنها لن تتحقق إلا بمكافحة الفساد. الحقيقة المؤتمر ده بينعقد زي ما حضرتك قلت مبادرة من الرئيس السيسي أطلقها في يناير 19، وده كان من تداعيات مؤتمر الاتحاد الأفريقي في نواكشوت حول تحت شعار قارة خالية من الفساد. السبب الرئيسي حوالين اتجاه القارة الإفريقية لمكافحة الفساد أن أفريقيا تفقد 50 مليار دولار سنويا طبقا لأرقام الاتحاد الإفريقي نتيجة الممارسات الفاسدة، والحقيقة هذه الممارسات نسبة كبيرة منها بيتحمل مسؤوليتها الشركات العابرة للجنسية، والنسبة الباقية يتحمل مسؤولياتها الجريمة غير المنظمة عبر القارة واللي بتساهم في تمويل الإرهاب. يعني احنا بنعتبر ان تمويل الإرهاب بيتم من خلال الجريمة المنظمة في تهريب البشر والمخدرات وغيرها من الممنوعات. بالتالي هذا المؤتمر يعني اعتقد انه لابد وان ينتج عنه آلية، اولا استراتيجية افريقية لمكافحة الفساد، ثانيا آلية جماعية لمتابعة ورقابة العمليات الإرهابية الجريمة المنظمة اللي بتمول العمليات الإرهابية. ايضا اتوقع انه هيخرج عنه مرصد افريقي لمتابعه حالات الفساد ومكافحه الفساد. ده نوع من الاعمال التعاون القاري في افريقيا ربما يكون غير مسبوق، وتوضع الخطوات الاجرائيه لجعله فاعلا بما يساوي استفاده الدول الافريقيه من مواردها بشكل فعال، وتنتهي المفارقه اللي احنا عارفينها ان قارتنا قارة غنية ولكن شعوبها من الفقراء. هل احنا دكتورة بحاجة الى تعديلات تشريعية او اتفاقات؟ يعني احنا شفنا دولة مثل نيجيريا في الجلسة الافتتاحية قامت بعقد اتفاقات وكلمت عن الاموال المنهوبة اللي بيتم تهريبها خارج البلاد. استرداد هذه الاموال المنهوبة بيحتاج اتفاقات. هل احنا بصدد تعاون افريقي اكبر على المستوى القانوني لتحقيق ده؟ أتصور ده من المنتظر أنه يحصل نوع من أنواع التوافق على آليات لاسترداد الأموال المهربة، والآلية دي هتكون آلية جماعية بين الدول الإفريقية، لأن الحقيقة هي القارة التي تستنزف ثرواتها بشكل كبير، وده هيحتاج نوع من أنواع الأطر القانونية. أظن أن مصر جاهزة بمثل هذه الأطر، نظرا لان مصر الحقيقه عندها اجسام لمكافحه الفساد. احنا عندنا جهاز مركز متابعه ومراقبه ومكافحه الفساد، عندنا الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم عندنا الرقابه الاداريه، ثم عندنا اكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد، ودي اكاديميه الحقيقه بتقوم بادوار تدريبيه في الجهاز الاداري لمكافحه الفساد. ربما بعض الدول الافريقيه تكون محرومه من هذه الاليات حتى الان، وبالتالي ما اعلمه انه طلب مساعده من مصر لتدشين مثل هذه الاليات والاستفاده من الخبره الفنيه المصريه في هذا المجال. على مستوى المواطن، بما اننا بنتكلم عن انتفاضه في الاجهزه الحكوميه، احداث ثوره في الاجهزه الاداريه لتتبع الفساد، هل المواطن العادي ليه دور يا فندم في هذه المنظومه؟ شوفي، انا اتصور ان في المرحله دي هي مرحله الدوله، لان احنا محتاجين توطين مفهوم الفساد وماهيته في الذهنيه العامه. يعني مثلا الاهمال في العمل ده فساد، مش السرقه والرشوه بس هي اللي فساد، قليل قوي من الناس
اللي بيعرف ان الاهمال في العمل فساد وان عدم التربيه. عشان كده بنتكلم عن الوعي، كل واحد يبدا بنفسه. ما مش يبدا بنفسه، المفروض انه تبقى لمحددات الامم المتحده ان يقوم الاعلام بهذا النوع من التوعيه، وايضا توطن مفاهيم الفساد الحقيقيه طبقا للاتفاقات الدوليه في المناهج الدراسيه في جميع المراحل. دي مهمة جدا حتى يدرك المواطن العادي ما هو الفساد، ان هو مش بس الرشوة، مش بس السرقة، لكن ايضا السلوك اليومي، كيف يكون انسانا نزيها في سلوكه اليومي، يمارس عمله، يتفانى فيه ويدقق فيه. فعدم انفاق وقت العمل في اعمال اخرى، كل دي حاجات مرتبطة بالفساد، فبتنعكس على المقاومات الاقتصادية لأي بلد إفريقي، وبالتأكيد بتنعكس على الاقتصاد الجامعي للقارة الإفريقية. شكرًا جزيلًا دكتور أماني طويل، مدير المساعد المركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. عفواً. حضرتك ومشاهدينا طبعا المتابعة مستمرة على مدار جلسات اليوم الأول للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، هذا المنتدى الذي يعقد بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. مستمرون معكم في المتابعة.